أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز ميج 29. كما أوضحت أن صواريخ بحرية عالية الدقة من طراز كاليبر أصابت ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسيا الأوكرانية. وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن الهجوم الروسي أدى إلى مقتل موردي أسلحة أجانب وأفراد من القوات الأوكرانية، نافية أن تكون المنشأة المستهدفة في المدينة. وأضافت أن المبنى المستهدف كان يشهد اجتماعا لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي الأسلحة الأجانب لبحث نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية وتنظم إصلاح أسطول الطيران الأوكراني. أبرزت وزارة الدفاع الروسية نجاحات منظومة الصواريخ الروسية S-400 تريومف في قدرتها على تنفيذ كافة المهام بدقة عالية، مشيرة إلى أن التقارير العسكرية تصفها كواحدة من أفضل المنظومات في تاريخ صناعة الصواريخ. وتعد منظومة الصواريخ الروسية S-400 تريومف هي منظومة متنقلة للدفاع الجوي، وهي قادرة على كشف الأهداف الجوية على بعد 600 كيلومتر والتصدي لـ80 هدفا في وقت واحد، وذلك عن طريق توجيه صاروخين أرض جو لكل هدف. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في فبراير الماضي نشر المنظومة في بيلاروسيا قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسي ألكسندر بوغوماز أعلن أن إحدى القرى الحدودية تعرضت لقصف مدفعي من الجانب الأوكراني. يأتي ذلك فيما قصفت أيضا مدن وبلدات ودونباس بالمدفعية والصواريخ. وذكر بوغوماز أن القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم مدفعية من أراضي أوكرانية على قرية حدودية، مضيفا أن القصف أدى إلى تضرر لأحد خطوط الكهرباء دون أن يصاب أحد بأذى. أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 1009 أطفال بينهم قتيل ومصاب منذ بدء العملية في 24 من فبراير الماضي. وأوضح البيان أن أكثر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك بواقع 352 طفلاً، مضيفا أنه تم تدمير 2126 مؤسسة تعليمية جراء عمليات القصف من قبل القوات المسلحة الروسية، من بينها 216 مؤسسة دمرت بشكل كامل. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4,078,000 لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. وفي هذا الإطار أوضحت السلطات البولندية أنها استقبلت أمس نحو 24,800 لاجئ ووافدين من أوكرانيا، وذلك مقابل 22,300 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر نحو 3 ملايين لاجئ للبلاد عائدين إلى أوكرانيا.
يعقد وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعا يستمر لمدة يومين في جزيرة بالي بإندونيسيا لمناقشة سبل كبح التضخم العالمي في ظل عملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. من جانبها دعت وزيرة المالية الإندونيسية إلى عقد منتدى مشترك يضم وزارتي المالية والزراعة من دول مجموعة العشرين، وذلك للتوصل إلى إجراءات ملموسة لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة التي تلوح في الأفق. بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، يعقد كبار مسؤولي قطاع المال في دول المجموعة اجتماعاً بجزيرة بالي الإندونيسية في ظل تسارع التضخم العالمي وتراجع آفاق النمو على خلفية تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. يأتي اجتماع وزراء المال وحكام المصارف المركزية بعد اجتماعات وزراء الخارجية التي كان من المقرر أن تتركز حول سبل تحفيز النمو بعد أزمة وباء كوفيد-19، غير أن الأزمة الأوكرانية فرضت نفسها على رأس الأولويات في ظل ما تسببت به من أزمات على صعيد الطاقة والمواد الغائية في العالم. وعشية الاجتماع اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية أن التحدي الأكبر للاقتصاد العالمي مصدره ما يحدث في أوكرانيا، مطالبة بعدم مشاركة موسكو في المنتدى. تصريحات حادة تعكس ما يدور تحت قبة مجموعة العشرين من انقسامات بين الغرب، ما بين معسكر يصر على عزل موسكو اقتصادياً وآخر معارض للعقوبات المفروضة على روسيا وفي طليعتها الصين. وبين هؤلاء وأولئك حرصت إندونيسيا التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام على الحفاظ على موقع محايد دون اتخاذ أي موقف مؤيد أو معارض تجاه أي من المشاركين. هذا وتتضمن أجندة الاجتماعات إلى جانب البند الأوكراني استعراض منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقريراً مرحلياً حول إصلاح نظام الضريبي العالمي مع فرض حد أدنى من الضرائب لا يقل عن 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، وهي ضريبة عالمية كان قد أرجع تطبيقها إلى عام 2024 بعدما كان من المقرر بالأساس الشروع في فرضها في منتصف عام 2023 نظراً لما يشهده العالم من تحديات. من جانبه يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في الحزمة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك طبقا لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو الماضي. وقال المفاوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ، قال إن التكتل الأوروبي سيسعى كذلك لإغلاق سبل الإفلات من العقوبات السابقة على روسيا، كما نصت الحزمة السادسة على حظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة ألمانيا بقيمة 5 مليارات يورو لدعم شركات الطاقة والتجارة التي تستهلك الطاقة بكثافة عبر القطاعات الصناعية المختلفة. يأتي ذلك بسبب تضرر تلك الشركات من الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة. وبموجب هذا الإجراء ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة للتكاليف الإضافية بسبب الزيادات الحادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء. في الوقت نفسه وافقت المفوضية الأوروبية على خطة تشيكية بقيمة تصل إلى 20.2 مليون يورو لدعم المنتجين الزراعيين الذين تضرروا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة. أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا لم تحقق التوقعات المرجوة منها. وأضاف أوربان أن سياسة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا كان لها تأثير معاكس لما كان مخطط. كان أيضا مستشار رئيس الوزراء المجري قد أكد في وقت سابق أنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا زادت إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها، وستكون أوروبا في النهاية الطرف الخاسر بسبب المشاكل الاقتصادية، مضيفا أن بلاده تدعو الاتحاد إلى وقف هذا المسار والتركيز على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين موسكو وكييف.
رفضت محكمة التحكيم الرياضي الطعون التي تقدم بها الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية روسية ضد قرار الاتحادين الدوليين الفيفا والأوروبي اليوفا لاستبعادهما من كافة البطولات حتى إشعار آخر بسبب الأزمة الأوكرانية. وقالت المحكمة إن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لم يتجاوزا صلاحياتهما فيما يتصل بقرار منع الفرق الروسية في ظل تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما تسبب في ظهور ظروف غير مسبوقة وغير معروفة من قبل. كان لابد للفيفا واليويفا من التجاوب معهما. كان الاتحادان الدولي والأوروبي قد قررا في فبراير الماضي حرمان كافة الفرق الروسية من مستوى الأندية والمنتخبات من المشاركة في كافة بطولات الاتحادين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.